qariubaidullah.24. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajke amra emon ekjon byaktir Quran telawat shunte cholechi jini holen Bangladesher hajaro alemer ustad Alhaz Hazrat Maulana Qari Muhammad Ubaidullah rahmatullahi alayh. কি মধুর কণ্ঠে তিনি তেলাওয়াত করেছেন আমরা আজকে সেই তেলাওয়াতটি শুনব সূরা ইয়াসিন থেকে তেলাওয়াত শুনব আসলে তেলাওয়াতটা যখন এডিটিং চলতেছিল এডিটিং রেখে আমরা তেলাওয়াত শুনতে বাধ্য হয়েছি মানে এত সুন্দর তেলাওয়াত সুবহানাল্লাহ চলুন তেলাওয়াতটা শুনে আসি কারি ওবাইদুল্লাহ .24 ইসলাম প্রচারের অগ্রযাত্রায় অভিনন্দন সকল মুসলমান ভাইদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন ধন্যবাদ سورة ياسين مكية وهي 83 آية وخمس ركعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم
لَئِنَّ لَنَرْجُمَنَّكُمْ
وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا قال يا ليت قومي يعلمون بما وفرني ربي وجعلني من المكرمين. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفرني ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على الوعداء ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن تبدوا لما جميع لدينا محضر وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم